بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى فقرة جديدة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيرليغ إي كومبخوندغ. طبعا كنا قد وصلنا إلى هاد الصفحة ورأينا صوت ش، طبعا الذي يكتب سي اش كما رأينا، مثلا كما في كلمة لا بيش. لا بيش يعني الصيد، نتكلم عن صيد السمك. وكما رأينا تحت الصورة شارل وميشيل على بيش، إذن عندنا شارل سمو لا كما نو فويو كومبرو لا سيلاب شا شا كي سيكري افيك سي اش ا ابري وميشيل كما نو فويو سمو سي كومبرو سو سون ش. ميشيل 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 à la pêche. Voilà aussi ce mot là aussi comprend le son ch. La pêche la pêche. Et dans les kalimat tadamman saut ch بما يعني تقريبا الشين في اللغة العربية. إذا سنستكمل مع كتابة هاد المقاطع اللفظية وهذه الكلمات. إذن كما رأينا فيما سبق ش ش شي شا شو شو لا فاش لو شا لو شا لو شوفال. ثم ش ثم شي ثم شا ثم شو ثم شو شو
ثم لافاش لافاش. ثم لوشا Le cheval. ثم نستكمل مع هذه الصور وهذه الكلمات. Après nous continuons avec ces images et ces mots. Nous prenons la première image et on pose la question qu'est-ce que c'est. نأخذ الصورة الأولى ونطرح السؤال ما هذا. La première image qu'est-ce que c'est. Que représente la première image. ماذا تمثل الصورة الأولى؟ سي لو شا. سي لو شا. فوالا سي لو شا. لا دوزيام إيماج كيسكو سي؟ سي لو شوفال. لو شوفال. لو شوفال. لو شوفال. Après, qu'est-ce que c'est? Ici, sur cette image, on ne pose pas la question qui est-ce? على هذه الصورة لا نطرح السؤال من يكون. نطرح السؤال حول الشخص. Ici, nous posons la question qu'est-ce que c'est? إذن هنا نطرح السؤال ما هذا؟ إذن نطرح السؤال حول ما يأخذه الشخص. Voilà, c'est la bûche. La bûche. C'est la bûche. طبعا الشخص يسمى le bûcheron. Le bûcheron. الحطاب. إذن la bûche هي قطعة الحطب. تسمى la bûche. La bûche. وهناك مثلها في الحلويات تصنع على شكل هذه القطعة الخشبية. نسميها أيضا la bûche. تشبه قطع الخشب كما على الصورة. في مناسبات معينة تصنع هذه الحلويات
اذا نسميها لابيش لابيش. هاد اي عند اكسون سي كونفليكس كما نلاحظ. اذا لابيش لابيش. ابروبو دو لا كاتريام ايماج اون بوز لا كيستيون كي سون سي بيرسون كي سون سي بيرسون كي سون سي بيرسون كي سون سي بيرسون. من يكون هؤلاء الأشخاص؟ voilà ce sont quatre chinois quatre chinois 1 2 3 4 voilà ce sont quatre chinois. إذا نتكلم عن أربعة صينيين أربعة أشخاص صينيين. ليماج سويفونت كيسكو سي كيسكو سي ما هذه سي لا موش كوم نو لافون ديجا في سي لا موش. اون في لا ديفيرونس انتر لا موش اي لا باي. طبعا نحن نميز بين الدبابة والنحلة. فوالا سي لا موش. L'image suivante, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la chèvre. C'est la chèvre. Ensuite, nous avons cette image. Et dans l'un des soirs, on pose la question, que prend René? Mede khod René. René prend la douche. Et dans René khod, hammam, c'est la douche. Et enfin, on a cette image que représente-t-elle? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la vache. C'est la vache. C'est la vache. Ensuite, nous prenons ce paragraphe. Premièrement, on a René joue avec Rémi. On a déjà vu le verbe jouer. Voilà, c'est un jouet. Alors là, on a le verbe jouer. عندنا فعل لعب. René joue avec Rémi. René يلعب مع Rémi. Après, on a des mots. Le premier, la chèvre. Voilà, c'est la chèvre. La ferme. La ferme. On a déjà vu le fermier. On a vu le fermier fume près du feu. Voilà, voilà, c'est le fermier qui fume près du feu. Voilà, c'est le fermier. C'est celui qui possède une ferme. إذا نتكلم عن شخص أنه يمتلك مزرعة. تنقولوا إحنا فيرما. إذا هذيك الفيرما هي la ferme. Après, on a le verbe boire. Boire. Souvent, on boit de l'eau. في الغالب أننا نشرب الماء. On a le verbe boire. عندنا فعل شرب. Et enfin, on a la journée. La journée. يعني اليوم أو النهار. La journée. Comment s'est passée votre journée? كيف مر يومك? La journée. Après, nous prenons ces phrases-là. La première, à la ferme. في المزرعة. À la ferme. كيما تنشوفوا هاد أ عندها واحد لاكسون. ما تنتكلموش على أ ديال أفواغ بحال هادي. هادي ديال أفواغ. هذا فعل هذا. تيجي بحال هنا مساعد. وكما قلنا تيجي في حالات أخرى ملي تيجي مورا اسم تيجي كفعل تيدل على الملكية. نقول مثلا غني أ ان فيلو. إذا غني عنده دراجة. لكن هنا غني أ جوي جا مورا فعل. إذا هنا غني أنه لعيبة ماشي بحال هنا غني جو. هنا عندنا جوي صرفناه بوحدو ما درناش مع المساعد. هنا جوي جا في زمان بسيط والأزمنة البسيطة بحال لو بريزون. بحال دابا هنا مصرف البريزون تنزيدو فقط لي تيرمينيزون. تنقولو مثلا غني جو أو نقول مثلا غوني إغيمي جو تزيد واحد أو إن تي. مثلا ممكن أنني أقول تي جو أنت تلعب نضيف أو إس. إذا الفعل تيتصرف بوحدو تنزيدو لو لي تيرمينيزون.
وليتيرمينيزون ديال البريزون معروفين. هناك ايضا ازمنه بسيطه اخرى بحال لامبارفي، طبعا حتى هي عندها ليتيرمينيزون ديالها. تنقولوا مثلا غوني جوي، يعني ان غوني كان يلعب. تنضيفو دوتر تيرمينيزون، تنزيدو لو نهايات اخرى خاصه بلامبارفي. كل زمن بسيط عندو هذوك النهايات اللي تنزيدو من الفعل، وبالتالي هذاك الفعل فهو مصرف في هذاك الزمان. اذا عندنا هنا على فيرم، يعني في المزرعه، غوني ا جوي. عندنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل جوي، قبل منه المساعد افوار لوكسيليغ افوار. طبعا هنا حتى في الازمنه المركبه بحال هذه حتى هي فيها انواع، اللي تيخليها تنوع هو هذاك الزمن اللي تنصرفوا فيه هاد لوكسيليغ. بحال دابا هنا افوار صرفناه في البريزون، زدنا موراه نفس هذاك لو بارتيسيباسي اللي غنقدروا نستعملوه في ازمنه مركبه اخرى. اذا هذا صرفناه في البريزون، اذا عطانا لو باسي كومبوزي ديال هاد الفعل هذا. اذا غوني ا جوي، طبعا افوار تنكونوا حافظينه، تنقولوا جي تويا ايل ا، بحال هنا غوني ا، تنتكلموا على الغائب. ايل ا جوي يعني هو لعيبه، او نقول غوني ا جوي، غوني انه لعيبه. اذا طبعا كما تلاحظوا باننا ملي صرفنا هاد افوار في البريزون ضفنا له هاد الفعل، ضفنا له هاد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، حصلنا على لو باسي كومبوزي الخاص بهاد الفعل. هاد افوار نفسو الى صرفنا في لامبارفي اللي هو زمن بسيط ايضا، طبعا غنحصلوا على لو بلوس كو بارفي ديال الفعل. اللي تهمنا الان اننا نعرفوا فقط هاد الزمن اللي هو لو باسي كومبوزي، زمن مركب ايضا، تنصرفوا فقط لوكسيليغ في البريزون يا افوار او اتر، ثم كما قلنا تنوضعوا بعد منه هاد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. اذا عندنا غوني اجوي، يعني ان غوني لاعبه، افيك ريمي، افيك ريمي يعني ان غوني لاعبه مع ريمي. لاحظونا غوني جو افيك ريمي، يعني ان غوني يلعب الان مع ريمي. ما هنا غوني اجوي، يعني ان غوني لاعبه من قبل وانتهى. افيك ريمي، لعب مع ريمي. على فيرم غوني اجوي افيك ريمي، اذا في المزرعه غوني لعب مع ريمي. لا دوزيام فراز، إيل افي دي بيتي شا اون فاش نوار، ان شوفال اي اون جولي شيفر. إيل افي هو راى، شكون اللي خلانا نقولو بانه راى ولا يرى الآن؟ هو هاد في اللي هو لو بارتيسيباسي ديال لو فيغ فواغ، قبل منو افواغ. هو كما تنشوفو تيتردد بنفس الطريقة، نقول إيل أ ثم نضع الفعل، احنا حصلنا على لو باسي كومبوزي. إذا إيل أ في، ولا بغينا نقولو بأنه هو يرى الآن، إذا نقول إيل فوا، لأن لو فيغ فواغ في البريزون نقول Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, أنتم ترون، الآن طبعا، il voit، هم يرون، الآن. هنا عندنا il a vu، طبعا الصرف ديال voir في الباسي كومبوزي هو j'ai vu, tu as vu, il a vu, nous avons vu, vous avez vu, ils ont vu. شنو شاف هو؟ il a vu des petits chats، إذا هو رأى دي بوتي شا، دي بوتي شا، رأى قطط صغيرة. كيسكي لافي أونكوغ؟ ماذا رأى أيضا؟ إلا في أون فاش نواغ، أون فاش نواغ، أفيك أون كولوغ نواغ. إذا هو شاف بقرة سوداء. إلا في دي بوتي شا، أون فاش نواغ، un cheval، il a vu aussi un cheval، et enfin il a vu une jolie chèvre. إذا هو من بعد شاف معزة جميلة. إذا
Il a vu des petits chats, une vache noire, un cheval et une jolie chèvre. هادشي كله هو شافو. شاف قطة صغيرة وشاف بقرة سوداء، شاف فرس، ثم شاف في النهاية معزة جميلة. إذن كما قلنا الآن، il avait des petits chats, une vache noire, un cheval et une jolie chèvre. Il a donné à boire à la vache. Il a donné à boire à la vache. On a vu le verbe boire. Il a donné à boire. Il a donné à boire à la vache. Il a donné à boire à la vache. Voilà, c'est la vache. إذن هو أعطى تشرب للبقرة، هو أعطى للشرب للبقرة، إذن هو أعطى البقرة باش تشرب. Il a donné à boire à la vache. Il a donné à boire à la vache. À la vache. La troisième phrase. Le père de Rémi a mis René sur le cheval. Le père de Rémi a mis, qu'est-ce qu'il a mis? René sur le cheval. Et d'un abrémi, a mis. Le participe passé le chasbi fait le maître, fait le wada'a. Le participe passé le chasbi, ou a mis, pas de chèque. إذن لو بير دو ريمي أمي، إذن نقول جيمي أنا وضعت جيمي لو كارطابل سوغ لا طابل، أنا وضعت المحفظة فوق الطاولة، جيمي أنا وضعت، تيامي أنت وضعت، إل أمي هو وضع، نوزافون مي تتبقى هدمي نفسها تتكرر مع الصرف. Il a mis, هو وضع, nous avons mis, vous avez mis, ils ont mis, هم وضعوا. إذن عندنا هنا, le père de Rémi a mis, أب Rémi أن وضع, René sur le cheval. وضع René sur le cheval, فوق الحصان. إذن أب Rémi وضع René, أب Rémi وضع René فوق الحصان. Le père de Rémi a mis René sur le cheval. Puis, Thomas, René a joué à cache-cache. Thomas, René, l'aïba, a joué. C'est la même chose comme ici. René a joué avec Rémi. Et dans René, l'aïba, ma Rémi. Ici, on a. Puis, Thomas, René a joué à cache-cache. À cache-cache. Et dans René, à nous l'aïba, l'aïba, l'aubet, l'aïchtibé. Cache-cache. Taban cache-cache, on a à la cab, fiel, caché. Ou bien se cacher. Caché, on a qu'un tête à trab, chez Haja. Se cacher, yani un tête à trabi. Et dans notre clame, on a cache-cache. Oh là, bonne journée. Ah, Yom Saïd. Ah, اليوم سعيد. إذا نتكلم عن اليوم السعيد الذي أمضيناه، حيث أن أب غيمي وضع غوني على الحصان، ثم أن غوني لعب كاش-كاش، إذا هم أمضوا يوما جميلا. أولا بونجورني، آهين اليوم الجميل. غوني جو أكاش-كاش، إذا غوني يلعب كما نقول في كاش-كاش. إذن غوني يلعب هاد اللعبة. Il cherche, il crie, il trouve. Il cherche, il crie, il trouve. Il cherche. إذن هو يبحث. C'est le verbe chercher. Quand on joue à cache-cache, on cherche. Quand on joue à cache-cache, on cherche nos amis. إذن عندما نلعب cache-cache, أننا نبحث عن أصدقائنا. Puis on crie. ثم أننا نصرخ. إذن عندنا هنا il crie هو يصرخ. On a le verbe crier.
قلنا لو فيرب كريي عندنا فعل صراخة. Et enfin, on trouve. ثم أننا في النهاية نجد. نجد من؟ نجد أصدقاءنا. On trouve nos amis. أننا نجد أصدقاءنا. إذن عندنا هنا il trouve. هو يجد. إذن عندنا René joue à cache-cache. Il cherche. Il crie. Il trouve. Nous prenons ce deuxième paragraphe et nous prenons la première phrase. Rémi est à côté du mur. À toi, René. Rémi est à côté du mur. Et dans Rémi, هو قرب الحائط. À toi, René. إليك يا روني. إليك يا روني. إذن هو كان يبحث فيقول Rémi est à côté du mur. إذن عندنا Rémi est à côté du mur. Rémi أنه مختبئ بجانب الجدار. عندنا هنا Rémi est à côté. Rémi أنه بجانب du mur. بجانب الجدار. À toi, René. إليك يا روني. إنه دورك يا روني. روني se cache. روني se cache. روني se cache. روني يختبئ. عندنا هنا لو فيرب se cacher. Il va sous la table. Il va sous la table. إذن هو سيذهب تحت الطاولة. تحت المائدة. سيختبئ تحت المائدة. هو 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 كخي روني. إذن روني يصرخ ويقول هو هو. Rémi cherche روني. طبعا عندما اختبأ روني إذن هو قال هو هو. Après Rémi commence à chercher روني. إذن Rémi بدأ في البحث عن روني. Il ne le trouve pas. إذن هو لم يجده لأنه مختبئ تحت المائدة. Il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas. Il cherche toujours. إذن هو يبحث دائما. المقصود أنه استمر في البحث. Il cherche toujours. Il cherche toujours. Toujours. Il cherche toujours. إذن هو يبحث دائما. Toujours on a le verbe chercher. دائما عندنا فعل شيرشي فعل بحث كما عندنا هنا. Rémi a vu René. هين Rémi انه راى René. ديما هاد لو فير فوار في الباسي كومبوزي تتردد بنفس الطريقه. Rémi a vu بحال هنا il a vu. Il a vu هو راى. اذا عندنا هنا Rémi a vu René. Rémi انه راى روني. جو تو فوا. لاحظ هنا Rémi انه راى في الماضي روني. اذا هو شافو. هنا عندنا جو تو فوا سي لو ميم فيرب. اون لو ميم فيرب. عندنا نفس الفعل ولكن هنا في البريزون ماشي في الباسي كومبوزي. البريزون تيكون فيه الفعل بوحدو. جو تو فوا. طبعا الى بحثنا على لو فيرب فوار الى قلبنا على لو فيرب فوار في الصرف في جدول الصرف غنلقاوه تتصرف بالطريقه جو فوا تي فوا ايل فوا نو فويون فو فويي ايل فوا. اذا جو فوا جو فوا انا ارى. جو تو فوا انا اراك. جو لو فوا انا اراه. جو لو فوا انا اراه. Je te vois, أنا أراك. Je te vois, أنا أراك. إذن هو تيقول له أنا تنشوفك. أنا تنشوفك الآن. ماشي بحال هنا Rémi a vu. أن Rémi أنه رأى من قبل. هنا ممكن يقول له J'ai vu. Je t'ai vu. كان ممكن يقول Je t'ai vu. أنا رأيتك. إذن عندنا في الأول J'ai vu. ثم نضيف لها ت. نقول جو تي في. ثم tu es là René. Tu es là René. Tu es caché sur la table. انت هنا يا غني. انت في هذا المكان يا غني.
Tu es caché sous la table. أنت مختبئ تحت المائدة. لاحظ هنا. Tu es là. استعملنا être. استعملنا être. كان ممكن نقول Je suis là. أنا هنا. Tu es là. أنت هنا. Il est là. هو هنا. Nous sommes là. نحن هنا. Vous êtes là. أنتم هنا. Ils sont là. هم هنا. إذن Tu es là, Rony. أنت هنا يا روني. Tu es caché. أنت مختبئ. أنت اللي مخبئ. إذن طبعا غنستعملو إتر. لو قلنا لو استعملنا أفواغ هنا طبعا هنا عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل كاشي. لو قلنا هنا Tu es caché. إذن غيولي المعنى أنت خبأت. علينا خاصنا نكملو الكلام ونقولو أشنو أنت خبأتي. إذن Tu es caché. أنت خبأت. أنت خزنتي شي حاجة. هنا عندنا انت اللي مخزون. اذا غنستعملو اتر ما غنستعملوش المساعد افوار. اذا تي كاشي انت مختبئ سولا طابل تحت المائده. بنفس الطريقه اللي عندنا هنا تنصرفو اتر في البريزون. كان ممكن نقول مثلا هنا جو سوي كاشي انا مختبئ. تي كاشي انت مختبئ. إلي كاشي هو مختبئ. نصوم كاشي نحن مختبئون. هنا خاصنا نزيدو اس. كما قلنا في غير ما مره ملي تتصرف هاد الفعل مع لوكسيليير اتر خاصنا نحضيو مع التانيث ديال لو سوجي سواء كان اسم او ضمير بحال اللي عندنا هنا. نحضيو مع التانيث الا كان مؤنث نضيف ا لو قلنا هنا مثلا تي كاشي انت مختبئه سنضيف اه. اذن عندنا نصوم كاشي اكيد سنضيف اس مادام اننا ذكور. ونضيف اس اذا كنا اناثا في الجمع. اذا نقول نصوم كاشي وزيت كاشي ايل سون كاشي. اذا هم مختبئون. Ils sont cachés sous la table. إذن هم مختبئون تحت المائدة. هنا عندنا Tu es caché sous la table. أنت مختبئ تحت المائدة. Oh René, tu as une poche déchirée. Oh René, tu as une poche déchirée. Oh René, tu as une poche déchirée. On a le verbe déchirer. On a déjà vu ce verbe-là, un drap déchiré. Et dans notre cas, on a parlé c'est la même chose ici. Une poche déchirée. Tu y as. Anta indaka. Taban adna avoir. Mais j'ai mon rafil. J'ai mon ism. Ma raïkoun jenaka moussaïd. Yisaïdna bach nsarfou chi fi'al akhar. Ganwad'u mon rah matalan. لو بارتيسيباسي بحال هنا. هنا عندنا افواغ جا من بعد منو اسم. اذا غيفيد لينا الملكيه. تيا اون بوش انت تمتلك جيبا. انت عندك جيب. ديشيري ممزق. اذا انت هنا يا غني انت راك تحت المائده والدليل انت عندك واحد جيب مشرك. Oh René, tu as une poche déchirée. أنت عندك جيب ممزق. ثم ننهي مع هذه الفقرة. Jeu de poule vol. لعبة الدجاجة تطير. De la poule مقصود بها الدجاجة. Jeu de poule vol. إذن عندنا la poule. إذن الدجاجة. ثم ماذا سنقول؟ La fumée. عندنا الدخان. ثم لا موطو الدراجة النارية. لابي نتكلم عن نوع طيور. لو طابي السجاد أو الزربية. لا سوغي الفأرة. لا موش فوالا سي لا موش.
لو شا لو شا Regardez ici sur l'image, c'est le chat, Miro, Miro, et le chien, Miro. نستأنف مع الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.